هجوم بعد آخر للمستوطنين على المدن الآمنة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتفاصيل أكثر مع ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله. ولاء، أهلا بك في هذه الجولة. إذا لو تضعينا في هذه الهجمات المتكررة واستعارها في الضفة الغربية، خصوصا أن الخارجية الفلسطينية أشارت إلى أن ذلك يعد ناقوس خطر ينذر بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية، ماذا يعني ذلك بعد أن تضعين في تفاصيل هذه الهجمات؟ نعم ولا؟ نعم، أهلا بكم. لربما هذا ليس الاقتحام الأول لقرية وحرق المنازل وأيضا الاعتداء على المواطنين، سواء بالضرب بإطلاق الأيرة النارية تجاه المواطنين وحرق للمركبات. أيضا كان هناك الحدث الأبرز الآن، نتحدث عن اقتحام لمدينة نابلس وبالتحديد في حي المخفية، إصابة لطالب فلسطيني برصاصة، وبعد ذلك أيضا اعتقال فلسطيني من قبل القوات الخاصة التي دخلت إلى مدينة نابلس واقتحمت هذه المدينة في وضح النهار، حيث الطلاب المدارس يخرجون من المدارس، وأيضا الطلاب الجامعيين واعتقال هذا الفلسطيني. نتحدث أيضا عن إصابة لشاب في عند الساعة 12 من بعد الظهر هذا اليوم على حاجز قلنديا العسكري وهو جنوب مدينة رام الله. الآن يودع الفلسطينيون 5 من الشهداء الفلسطينيين، وأحد الشهداء هو جثمانه محتجز، هو من مدينة رام الله والبيرة، ونتحدث عن أريحة وأيضا مدينة الخليل، مدينة رام الله بالتحديد في بير زيت. هناك عدد من الشهداء الذين يشيعون إلى مثواهم الأخير، ليرتفع أعداد الشهداء إلى أكثر من 400 شهيد منذ بداية عملية طوفان الأقصى ولغاية الآن. أيضا ناهيك عن الاقتحامات المتتالية لمدن الضفة الغربية، للبلدات، للمخيمات، للقرى، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن تم اعتقال منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، نتحدث عن 55 فلسطيني على الأقل تم اعتقالهم، من بينهم أطفال وأيضا سيدة وأسرى محررين. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لأنها تم سرقة المنازل من المصاغات الذهبية، أيضا الأموال التي يقتنيها المواطنين الفلسطينيين في منازلهم، بفعل أن قوات الاحتلال تقتحم تعيد خرابا وفسادا في المنازل، وبعد ذلك إذا رأت هناك مصاغات ذهبية للنساء أو حتى أموال يتم أيضا سلب هذه الأموال والمصاغات الذهبية من المنازل الفلسطينية. وزارة الخارجية والفلسطينيين أدانت هذه الأعمال الإرهابية بحق الفلسطينيين، وأيضا تحدثت وزارة الخارجية والمغتربين بأنه يجب على محكمة العدل الدولية أن تقوم بفعل شيء، وخاصة أن مر كم يوم على مرافعات دولة جنوب إفريقيا بخصوص الإبادة الجماعية التي تقترفها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت أنه يجب على عجل أن يتم البت بهذه القضية وإيقاف العدوان السافر على أهلنا في القطاع. نعم ولا، لماذا اختارت وزارة الخارجية الفلسطينية الحديث عن الهجوم على بلدة بورين في نابلس ووصفته بأنه ناقص خطر؟ أولا تفاصيل هذا الهجوم، مدى حجم القوة التي هاجمت هذه البلدة، و طبيعة هذه البلدة عفوا، وأسباب وصفها بهذا الوصف من قبل الخارجية الفلسطينية. نعم، هذه بلدة بورين هي على مقربة من عدد من المستوطنات، وهي تعتبر من المناطق التي يتم فعليا بين الفينة والأخرى بالاعتداء السافر من قبل المستوطنين وغلاة المستوطنين على هذه البلدة والقرية الصغيرة. عندما نتحدث عن الهجوم، كان هناك حرق للمركبات، اعتداء بالضرب المبرح على الفلسطينيين، وأيضا هجوم على منازل الفلسطينيين، لذلك تدق ناقوس الخطر بأنه أيضا التصريحات التي كانت منذ بداية 7 أكتوبر ولغاية الآن، التصريحات من قبل وزراء اليمين المتطرف بأنه يجب ما فعل بغزة وما يجري في غزة أن يتم فعله أيضا في مناطق الضفة الغربية، ولا سيما أيضا المستوطنين لا يكفون عن إطلاق النار على الفلسطينيين، سواء من المواطنين الذين يذهبون إلى منازلهم، يذهبون إلى أعمالهم، وأيضا طلاب
طلاب المدارس، وأيضا نتحدث عن المزارعين الذين يذهبون إلى مزارعهم يتم الاعتداء عليهم وضربهم، وهناك أكثر من 10 فلسطينيين ارتقوا برصاص المستوطنين. نعم مولا سلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، وافر الشكر لك لوضعنا في هذه التفاصيل.